سنصل اليوم إلى ختام شخصيات كثيرة تقابلت مع يسوع عند الصليب. شخصية اليوم هي أحد الشخصيات الرئيسية في رحلة آلام المسيح وصلبه ودفنه. إنه رجل يهودي كان يؤمن بيسوع سراً، باع كل أملاكه ووضعها عند أرجل التلاميذ وأصبح مبشراً بالمسيح. إنه يوسف الرامي. يوسف يعني مثمر، من بلدة الرامة، تعني مرتفعة قريبة من أورشليم، وعلى الأرجح من نفس بلدة صموئيل النبي. ذكر اسمه في الأربعة أناجيل عند صلب المسيح ودفنه. لقد وصف في البشائر أنه أولاً رجل غني، كان يملك قبراً، وهذا النوع من القبر منحوت في الصخر، وهذا فقط للأغنياء. أما عادة الفقراء قبور تحفر في الأرض. ثانياً كان مشيراً ورجلاً صالحاً باراً. ثالثاً تلميذ يسوع بالسر. رابعاً عضواً في السنهدريم ولم يكن موافقاً لرأيهم وعملهم. خامساً كان ينتظر ملكوت الله مثل سمعان وحنة. كان عنده دراية بنبوات العهد القديم على صلب المسيح، وكانت عيونه تنظر ما وراء كل محسوس أو منظور. كان يتطلع إلى الله وملكوته الجديد الروحي. كان زميلاً لنيقوديموس، ولقد دافع عن يسوع ولكن بطريقة غير مباشرة ليظهر براءة المسيح ومصداقية إرساليته رغم توبيخ الرؤساء لهم. لقد أظهر نفسه كرجل المواقف المستقيم الواضح. على الأرجح رفض أن يحضر جلسة السنهدريم في تلك الليلة، أو إذا حضر لقد رفض التصويت ضد محاكمة المسيح التي تعتبر مهزلة المحاكم. كيف يوافقهم الرأي وهو يعرف عائلة حنان وقيافة، إذ يعتبر أشراراً فاسدين؟ لقد كان يدرك يوسف الرامي هذا الشيء، وأكيد كان يتألم داخلياً إذ كان صامتاً. إن اللقاء عند الصليب حوله إلى إنسان آخر، فتجاسر ودخل إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع. لقد تجرأ يوسف وطلب الإذن من بيلاطس بأن ينزل الجسد عن الصليب ويدفنه في قبره، حيث كان يملك بستاناً جميلاً، وفي البستان حفر قبر خاص جديد، قبر غالي الثمن قريباً من الجلجثة مكان الصلب. لقد تبرع بقبر ليسوع وأحضر الكفن المقدس من قماش الكتان المصري الصافي الغالي الثمن، وأحضر الحنوط الغالية والثمينة والتي تقدر بأكثر من 30 كيلوغرام، وهذا عادة فقط طليق بملك. لم يقم تلاميذ المسيح بدفن سيدهم لسبب الخوف، وثم لئلا يعترض الأعداء ويقولوا إن التلاميذ ادعوا دفنه وأنه لم يدفن بل سرقوه حسب زعمهم. لكن يوسف ونيقوديموس مع المطوبة مريم أنزلوه عن الصليب بمراقبة المريمات الأخرى ليجهزوا مزيداً من الحنوط بعد السبت، ثم وضعوه في قبر. وهذا دليل حقيقة موت المسيح ودفنه بواسطة اليهود. لم يستطع يوسف أن يكرم يسوع في حياته، لكن أحداث الصلب الدامية حركت مشاعره. لقد أكرم المسيح عند مماته. لقد جازف يوسف بحياته وسمعته، بل بمركز الدين أيضا. فعند الصليب لم يعد أي شيء يسوى أو مهم في الحياة،
لقد حرره الصليب من الخوف وبث فيه روح الشجاعة، لأن أصبح تركيزه على المصلوب، على شخص الرب يسوع. فاشترى كتانا فأنزله وكفنه بالكتان ووضعه في قبر كان منحوتا في صخرة، ودحرج حجرا على باب القبر. هالآن نرى نيقوديموس ويوسف يخرجون من مخبئهم ويقفون موقف الرجولة والبطولة، موقف الشجاعة والولاء الكامل ليسوع، وكانوا مستعدين لدفع أي ثمن. لقد أنزلوا الجسد من على الصليب ولفوه بالكتان النقي ووضعوا الحنوط ذات الرائحة الجميلة، ثم وضعوه في قبره الجديد. لقد أجريت عملية الدفن بسرعة قبل دخول السبت، وضعوه في قبره الخاص، وهذا يليق بطهارة المسيح، إذ لم يوضع فيه أي شخص من قبل لتتميم النبوة: لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. نعم، لقد دفن يسوع مكرما كملك، والرب يسوع لا ينسى تعب المحبة ليوسف الذي تبرع بقبره والكتان الغالي الثمن. نقدر أن نجزم أن يوسف كان من جملة 500 شخص الذين رأوا يسوع بعد القيامة، وأنه كان في علية صهيون عند محل الروح القدس على 120 تلميذ. يقول التقليد أن اليهود انتقموا لفعلته، إذ وضعوه في سفينة بدون شراع مع إليعازر وأختيه مريم ومرثا حتى يموت في البحر الهائج، ولكن عناية الرب أوصلتهم إلى جنوب فرنسا، ومن هناك سافر يوسف الرامي إلى إنجلترا ليبشر بالمسيح. لقد حول صليب المسيح يوسف من تلميذ بالخفية إلى مجاهر علني بيسوع. والآن فكر معي، ما هو موقفك أنت من صليب المسيح؟ بصليب المسيح نلنا غفران الخطايا، وأصبح كل واحد منا ابنا وبنتا للرب. الله يحبك ولا يريدك أن تهلك، بل تكون لك الحياة الأبدية. ومات المسيح على الصليب ليخلصك من الخطايا ولكي تدخل في علاقة جديدة معه. تعال معي الآن، اعلن توبتك وصلي معي: ارحمني أنا الخاطئ، سامحني، أنا أقبلك اليوم مخلص لحياتي. إذا أردت مساعدة روحية، رجاء اتصل بنا من خلال الأرقام التالية أو تواصل معنا عبر السوشيال ميديا. ربنا يباركك.